السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد طبقة من قناة طبقة تي في. السما المصري ترسل رسالة صوتية من داخل محبسها. هي بصوا يا شباب، هي كانت في المحكمة والمحكمة خلصت تقريبا، وهي خارجة هقابلها صحفي أو قابلها حد، فسجلت مكالمة أو سجلت حاجة وقالت فيها: سامحوني أنا ما كانش قصدي إن أنا أسير تشير الحاجات اللي انتوا عارفينها دي، وما كانش كانت فاكره ان اللي بتعمله ده عادي، وكانت مفكره انها بتقدم بلوجز. او اللي مش فاهم يعني ايه بلوجز، ان انت بتصور يومياتك العاديه وتعملها. ايوه، ما هي البلوجات كده، البلوجات انت بتقدمي يومك العاديه. ما انا عندي قناه بلوجات، بس لما باجي اعمل حاجه اوبا اوبا او ايو ايو، ما انا ما مش هطلعها، مش هصورها واعملها. وطبعا اعتذرت عن فيديو حمام السباحه، مع ان فيديو حمام السباحه ده بقاله اكتر من سنه، يعني عملت فيديوهات اوسخ منها، بس تقريبا المحكمه قفشة في الفيديو ده عشان ما عرفتش توصل لغيره، عشان معظم فيديوهاتها كانت لايف، فاللايف دوت خلاص بيتشاف مرة وبيختفي. فيا رب. طبعا انا بحب السما المصري، وما بحب السما المصري عشان سما المصري، انا بحب السما المصري عشان فخاذ السما المصري، فخاذ بالذال مش بالدال، عشان بس في فرق ما بين الذال والدال. فيا رب فك دقيقة عن فخاذها يا رب، عشان نرجع نشوفها تاني ونعمل فيديوهات. قناة ردة الفعل بتاعت الرياكشن، كنت كل فيديو بتنزله كنت بعمل عليه ردة فعل، دلوقتي أنا مش شغال على القناة، فأنا نفسي ترجع تاني عشان نعمل فيديوهات رياكشن عن سما المصري. I love you سما المصري، يا رب فك الدقيقة، يا رب فك الدقيقة، يا رب فك الدقيقة. ما تنساش تدينا لايك، شير، سبسكرايب، شغل الجرس عشان كل خبر اللي تعرفه أول بأول. قول رأيك في الكومنتات، في فرق ما بين الذال والدال ولا مفيش؟ سلام.